اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفه. يا هلا بالعرفه. يا هلا والله بالصحه. اهلا وسهلا بك دكتور. نبدا اول خبر من صحيفه الوطن. نعم. معادله العداله لا فرق بين المناطق ولا تمييز للمواطنين. نتابع. للعدالة عنوان يدل على المساواة في توزيع الحقوق مهما تباعدت مواقع المستحقين، وللعدالة معادلة ترشد إلى المساواة والعدل في توزيع التنمية على كل أجزاء وأطراف الوطن بغض النظر عن المكان والاسم. كل ذلك وأكثر جاء مختصرا في جملة واضحة وصريحة كانت أشبه بكبسولة دواء لعلاج التنمية وعدالة المساواة، أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمام الشعب السعودي وأمراء المناطق والوزراء والعلماء وأعضاء مجلس الشورى في كلمته. كلمة الملك سلمان كانت المطلب الأول للإعلام، وكان الترقب سمة المشهد الإعلامي حتى بثت الكلمة، فغيرت مسار الأخبار وسيطرت على الصفحات وشاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهواتف الذكية، فعاش الشعب السعودي كل عبارات الكلمة معن، ومنها تلك العبارة التي أكد فيها الملك على عنوان العدالة والمساواة، فقال: كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى. تعليقك يا دكتور. يا أهلا أبو سعد. شوف طبعا البعض يمكن يسأل ليش حنا جبنا الكلمة مرة ثانية. تعرف مثل هالكلمات يا أبو سعد يجب أنها تدور بين الناس بين فترة وفترة، أنه مو خطاب يلقى، هذه أقدر أسميها وثيقة عمل، بمعنى أنه كتاب كتبوا بعضهم غطوا بعض الجوانب، لكن ما زالت في جوانب ما غطيت، وأيضا يجب أنها تكون نبراس أمام كل مسؤول. الملك سلمان الله يحفظه، لو حبينا نحط عنوان لهذه الكلمة الضافية نقول سلمان في إمارة كل منطقة. الأمير الملك سلمان عندما كان أمير الرياض كان معروف الناس كلهم في الرياض إذا ذا للأمير سلمان. الآن هو في الكلمة هذه الملك سلمان عممها على كل أمر المناطق وقال يجب أن تستقبلون المواطنين تسمعوا منهم. هذه واحد. ثانيا وهو المهم أنه قال كل جزء من الأراضي السعودية والبلاد السعودية هو جزء غالي، ولا في تفرقة بين منطقة ومنطقة. تعرف أنت في فترة من سنوات من خطط التنمية أحيانا كانت في مدن أخذت أكثر من مدن. هذا الخطاب أنا أعتبره وثيقة رسمية، بمعنى أن التنمية في جيزان مثل التنمية في الرياض، التنمية في الدمام مثل التنمية في رفحة، التنمية في القصيم مثل التنمية في شرورة، المناطق كلها واحدة. هذه المضامين اللي يجب أننا نركز عليها، وأتمنى أن الكلمة هذه ما تكون بالله احتفاء فيها وعناوين الصحف يوم يومين وننتهي، لا، ما زلنا نحن نريد لكل منطقة أنها تنمو نمو يعني متماثل لكل ذا. وركز على كلام الملك سلمان: كل مواطن في بلادي وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، ليس اهتمام فقط بل ورعاية، ولا فرق بين مواطن ومواطن ولا منطقة منطقة. أنا أتمنى أقول لك أن هذه تتحول من أنها نص يقرأ إلى نص يطبق. نعم، إلى جد طريقة عمل. نعم، يعني إن شاء الله البلد ماشي في هذا الطريق. إن شاء الله. نعم. نأخذ الخبر الثاني من صحيفة عكاظ. المحاكم تنظر 320 قضية أخطاء طبية وتصدر 167 حكما بالإدانة. تعال. كشف مسؤول سابق في وزارة الصحة أن الأخطاء الطبية تسببت في وفاة 320 شخصا على مستوى المملكة، مبينا أن المحاكم الشرعية تنظر في 320 قضية لهذه الوفيات، وأصدرت أحكاما بالإدانة في 167 قضية منها حتى الآن. وعزى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية السابق الدكتور أحمد العلي خلال ندوة بعنوان القطاع الصحي والأخطاء الطبية في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف أسباب الأخطاء الطبية إلى فشل بعض الأجهزة الطبية وتشابه الأسماء بين المرضى، بالإضافة إلى أخطاء في نتائج التحاليل، مبينا أن اختيار الطاقم الطبي وتوفير البيئة الآمنة للمرضى وتوظيف التقنيات الحديثة عوامل أساسية في تفادي أو تقليل هذه الأخطاء. تفضل يا دكتور. يعني الرقم شوي كبير يا ابو سعد، يعني هذا طبعا المعلن واللي تقدم للقضاء، في ناس كثير ياخذونها من مقاصرها ويقول لك خلاص ما دام صار الخطا ومات المريض فما في داعي يحتسب الاجر وينسى. انت تتكلم عن 320، خلي اللي مو معلن 100، صارت 400 وشوي، معناته تتكلم عن خطا طبي كل يوم، كل يوم خطا طبي،
هذه يعني بكل المقاييس الدولية والقانونية تعتبر كارثة. لكن احنا لازم يعني نغوص في الأسباب أكثر. دائما تعرف نعلق على الشهادات المزورة وبعضها شهادات صحية، هذه واحدة. بعدين أخطاء، إيش تشابه أسماء؟ تشابه أسماء، بدل ما يعطون الحقنة لعلي يعطونها لأحمد، تشابه أسماء، ناس ما تعرف تقرأ. أيضا رداءة الأجهزة الطبية، ويجب الإعلام أنه يسلط، فيقوم بدوره الحقيقي، يسلط الضوء على مثل القضايا. مو والله بس إذا قلنا شيء قال أنتم تضخمون الأخطاء، تضخمون الأخطاء، لا، لازم أنه يركز على الأخطاء هذه، ويكون في مساءلة من جد على أساس الناس ما تصير أرواحهم. لا شوف، في مجموعة من رجال الأعمال اللي دخلوا الاستثمار المجال الصحي، هذولا من مجموعة من المجرمين والسفلة، نعم، والكارهين للوطن، نعم، وهذولا يعني يا يعلقون بالمشانق، يا يعاقبون، يا ينفون، لأنه اليوم بلينا بشغلة كبيرة. إذا زادت أخطاء الطبية راح القنوات أعطاهم إعلانات، نعم، صمتت القنوات والصحف أطين وطين، هذولاك يعني مو بس يسكتون، نعم، اللي يطبلون لل، نعم نعم، يعني هذه مشكلة أخرى. وأنا أعرف لك كذا نموذج وعندي عليهم أدلة، ولما كنت صحفي سويتها، ولما كنت، نعم، سويت، وراح أسويها مستقبلا. صحيح يا أخي شيء مزري الحقيقة، هذه أرواح الناس. هذا الكلام أنا أتمم عليه، وفعلا أنه يجب أنه ما تحت سلطة الإعلان نغض الطرف عن القضايا الإنسانية. قلت لك الرقم كبير، ويجب هنا، أنا أتذكر واحد من هؤلاء، نعم، الناس، الله يرحم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز لما كان أمير منطقة مكة، نعم، المكرمة، وكنت حاضر أنا في ذاك المجلس كصحفي، نعم، يتكلم عن الطب وعن الاهتمام بالمواطن وعن مستشفيات القطاع الخاص، نعم، وأيضا القطاع الحكومي. فأول ما واحد تشدق من رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصحي وقال نعم طال عمرك هذا صحيح، وقال أول شيء أنت أول واحد تسكت، أنت أول واحد فيهم تجيب أطباء من خارج السعودية غير مؤهلين يتعلمون في عيالنا وفي بناتنا وفي أمهاتنا وفي كل شيء، أنت أول واحد يبغى لك تصلح نفسك. صحيح. وقص على ذلك مجموعة، ترى شوف صار في كذا شيء زي مو المعلومة، زي الظاهرة أنه أكثر الأطباء العرب أو الأجانب يجي يتعلم هنا، وبعدين بعد 5-6 سنين يروح لأوروبا يدرس أو يكمل دراسته. فصارت المستشفيات الخاصة، نحط بين قوسين الخاصة، إنها صارت مركز تدريب مهني. حتى طبعا حتى الحكومي ما نبريها، لكن أنا أقول أن المفترض أن الوزارة تشرف أيضا على، لا، وأزيدك من الشعر، واحد ثاني، نعم، واحد ثاني هذا إيش كمان مستشفى خاصة على برنامج، فيجيك من ضمن مواضيع يقول أنه مشكلة في الصحافة أنه ما تعرف إيش معنى خطأ طبي، نعم، هذا زي اللي يعرفوا الفساد، زي الفاسدين يقول المشكلة لازم نعرف الفساد. عرف لي الخبر الموضوع إيش؟ أعطونا الخبر الثالث، اقتصادي الصحة، 40 من أصابات كورونا حدثت داخل المستشفيات. أبلغ الاقتصادية مسؤول في وزارة الصحة أن 40% من إصابات كورونا خلال الشهرين الماضيين حدثت داخل المنشآت الصحية، مشيرا إلى تسجيل 7 إصابات بين الممارسين الصحيين منذ بداية العام. وقال الدكتور عبد العزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس مركز القيادة والتحكم إن الوزارة لم تسجل منذ بداية العام أي حالات وفيات للممارسين الصحيين، وأن متوسط عدد الحالات التي يسجلونها يوميا تقارب 2 في جميع المناطق والمدن في السعودية. تفضل دكتور، مختص في الكورونا. كورونا مختص، يعني أنا كأني أشوف الأيام هذه في صمت يا أبو سعد على موضوع كورونا، أو خلينا نقول تناول خجول إلى حد ما. ترى الإصابات عالية جدا، أنا أتابعها بالصحف أنه دائما إصابة 2-3، موت 2-3 إصابة. أول ما جاء كورونا حقيقة تحمسنا وكذا، وكان فيه حماس كبير. الآن كأن الناس يتعايشت معه، يتجاهلته، يا استملس الواحد. تعرف لو بنتي واحد كل يوم تعطي كف خلاص، بعدين بعد أسبوع يبدأ هو يعطيك خده عشان تعطي كف، يصير يجيله. الشيء الثاني، للآن الكرة حائرة، هل هو من الإبل؟ أهل الإبل مستحيل يتلفون إبلهم، داخلين مزاين إبل وفيها رأس مال كبير وكذا. ذيك الأيام جنون البقر في بريطانيا أتلفوا كل البقر. إلى الآن الكرة حائرة. الآن الخطر وصل إلى المستشفيات، بعض الأطباء وبعض الممرضين في المستشفيات وصلهم كورونا. ما عندنا لو أنت حلول أبدا، لكن نقول مزيد من الدراسات، مزيد من أنا التوجيه. شوف خليني بقول لك شيء، أنا أعتقد أن أزمة كورونا، يعني طبعا تعرف وزارة الصحة من نشيط في نشيط، يعني
خلال الفترة هذه في أكثر من وزير. في وزير جاء يشتغل على الملف بطريقة وسيس الموضوع أنه البلد مستهدف، وهذا واحد من الوزراء، البلد مستهدف سياسيا. قلنا طيب. جاء الثاني لعب اللعبة الإعلامية، حسين كورونا اختفت، موضوع إعلامي فقط. الثالث ما بداه، جلس يشيل اللي جابهم. الحين الوزير الجديد ما ندري ايش راح يسوي، لكن في مبشرات بسيطة. لكني أيضا بس، والحقيقة أنه هذا لن أصرح باسم رجل الأعمال ولا بالموضوع كامل، لكني لمست معاناة كبيرة أنه فيه شركة سعودية قديرة جدا عندها مشروع وحل جذري لهذا الملف، ولكنها تتراكلها وزارة الصحة وزارة الزراعة، والوقت يمضي والحالات تزيد تزيد. نعم. فنتمنى بدون ذكر أسماء التعاون مع التجارب اللي ممكن تفيد البلد، لأنه ما في وقت. يعني اليوم اللي أنت رافضه واللي تمطمط فيه، إذا راح توافق عليه بعد 6 شهور ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، وافق يا أخي عليهم الآن. صحيح. وبعدين لا تنسى أنت لما تربط المثلث هذا، أخطاء طبية مع كورونا مع حوادث السيارات، ترى بقالة كاتب بقالة حاسبة، تحس بالصعب. الشعب السعودي بعد 40 سنة حيكون انقرض خلاص، لأنه من هنا واللي على قولك من يد نشيط نشيط قال لي يفر من كورونا يطيح في حوادث السيارات. لا بس أنت ما تعرف، المؤمن مبتلى فاصل ونعود. الخبر الرابع من صحيفة الاقتصادية، 15 مساهمة عقارية متعثرة ب4 مليارات تحت التصفية في 2015. خلينا نشوف هذا الخبر المهم، تعليق الدكتور أيضا مهم عليه. أبلغ الاقتصادي حمزة العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة والجاهزة للبيع خلال العام الجاري 15 مساهمة قيمتها تصل إلى نحو 4 مليارات ريال. ولفت العسكر إلى أن مساهمة حطين في الرياض ستكون المستهدفة بالبيع في المرحلة المقبلة بعد البساتين، وذلك في اليوم 31 من آذار مارس الجاري، مشيرا إلى أن هناك نحو 13 مساهمة لم تعرض للبيع حتى الآن. تفضل يا دكتور. يعني تعرف يا أبو سعد، لا أنا عقاري ولا أنت، وأيضا أنا ما عندي أرض، ما أدري عنك، يمكن تكون شريت من ورائي لكن ما أدري عنك. كلنا إحنا بس أصوات للناس. أصوات للناس. والله أنا بالنسبة لي اتخذت قرار أني أبني بيت بالجنة، وإن شاء الله بأخذ. على حسب إذا دخلت أنت. لا إن شاء الله بدخل. أنت عندك أسماء اللي بدخلوا الجنة؟ ما عندي، بس ما عندي ضمانات لك. لا إن شاء الله، أنا عند حسن أن الله يعني بيكرمني. يا أخي ما سويت خطأ، إيش خطأي إني أكبر جريمة إني أطلع بها هلا بالعرفة، هذا أكبر جريمة. المهم نرجع للموضوع، لا تضيع وقتنا يا أبو سعد. شوف المساهمات، أنا ما أجلس بمجالس الناس كلهم يشتكون. تكلموا أنت وعلي عن مساهمات، تكلموا. تصور في مساهمة في مكة، عارف أصدقائي، دخلت الحين عامها 20 أو 21 أو 22، معروفة، يمكن نسميها الأجهوري مثلا. مساهمات كثيرة. أقصد أنه يا أبو سعد الدولة عندنا قوية، ويجب تحمي أموال الناس بالذات البسطة. واحد تحويشة العمر قاعد يقصد له سيارة هنا وهنا عشان يوفر 200 ألف حتى يحطها مساهمة يكسب. يجب يكون فيه مدام وزارة التجارة والداخلية عدة جهات تتعاون وتحط آلية قوية تضمن الحقوق للناس، بحيث أن المساهمة ما تتعثر. ثانيا تتكلم على 4 مليارات تمثل، يعني خلينا أقول لك، ميزانية مثلا 100 ألف شاب. هذه ميزانية 1000 شاب. هذول إذا أخذت حقوقهم واشغلوا السلطات، راح اشتكوا الحقوق المدنية، أشغلوا الشرطة، أشغلوا المحاكم، اشغال للناس كله. مع أنه أنت ممكن أنك أنت تسوي صيانة للمساهمة بحيث أنها ما تتعثر، وبالتالي ما حد يزعج كل يوم يشتكي لك واحد وفلان يشتكي الثاني. أنا ما أدري إلى متى حنا في المساهمات، مع أنه أنت لما تتراقب القرآن الكريم، أطول آية في القرآن آية الدين، دقيقة جدا، أنه يجب تكون المساهمات
واضحة بحيث أنك أنت من يوم ما يحصل أي تعثر ترجع لك فلوسك، لكن بهالشكل أنه كل والمبلغ هذا بس في الرياض ترى 4 مليارات، أكيد أنه في المدن الثانية، وأنت تدري وأنا أدري عن مساهمات كثيرة في الشرقية وفي جدة بضم الجيم وفي جازان وفي القصيم، كلها مساهمات مع الأسف واحد أمام أنه يطور ذاته ويعطي الإنسان يعني تحويشة العمر، ويجي واحد يعني مستثمر أو عامل مساهمة متلاعب ويدخل فيها سوى الآن تدري عنها وين راحت سوى. لا كثير قضايا الحقيقة، حتى في مساهمات بيض صدق بيض تذكرها ذيك حقة البيض أيوة ولا حقة تدوير حقة مضاعفة العملة وحقة المكاين مكاين الخياطة أنت ما اشتركت فيها مكاين الخياطة؟ لا والله بس عندك البادي لانجوج ما يتوافق مع مكاين الخياطة ما أدري فيه تصورك المكاين شوي مختلف. طيب خلني أروح للخبر الخامس من صحيفة مكة، الداخلية تستعد لشبكات التواصل الاجتماعي، نتابع. تتجه وزارة الداخلية إلى إعلان استراتيجيتها الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي على هامش ندوة المجتمع والأمن 7 التي يرعاها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، حسب ما أكدت مصادر مطلعة. وتكتمت المصادر على مضمون هذه الاستراتيجية وملامحها، وأفادت بأنها من إعداد مركز المعلومات الوطني وبمشاركة خبراء في التقنية. تفضل يا دكتور. شوف يا ابو سعد، يعني احنا دائما صوتنا عالي وننفخ، لكن لازم نقول بعض المبادرات اللي تصدر من جهات معينه. يعني خلينا نتكلم عن الداخليه بشقيه، عندك الداخليه التعامل الالكتروني نظام ابشر، استخراج الخروج والعوده اليا، ما ادري كل الاشياء اللي ممكن تتم اليا ولا يمكن يعني ما تتم الا بالمباشر عملوها، انك انت ريحوك في مساله الاليه الخطابات وكذا. هذا شق. الشق الثاني استراتيجيه التواصل. تعرف الان التواصل الاجتماعي صار قوت الناس اليومي في المعرفه وفي الاخبار، القوت اليومي. يعني انا ما عاد صرت اشوف احد يروح يشتري جريده بصراحه، صاروا الناس يتواصل يشوف، اذا يقول لك يفتخر على التويتر مثلا يشوف تويتر، اذا ما في شيء خبر مهم يقول ما في شيء مهم في البلد، لو في كان كتب في تويتر. نجي للفيسبوك، نجي للإنستغرام، نجي للواتساب، نجي كل هذه التواصل. الجميل أنه الداخلية بيّنت استراتيجيتها، بدأت تحط استراتيجية، استراتيجية تمثل في سواء في المشاركة أو المتابعة أو التفاعل، كل الثلاثة هذه. أنا أتمنى أن الجهات الأخرى، يعني أنت توك تسمع مثلا جامعات الأسبوع الماضي أنه جامعة دخلت في تويتر، ما أدري جهات المفترض أكاديمية تكون قبل الداخلية. الداخلية جهاز عسكري صارم يجب يكون آخر الأجهزة، هو لا كان متقدم بمعنى أنه وضع استراتيجيته قبل المؤسسات التي ينبغي أن تكون في المقدمة. فأنا أتمنى أنه مثل هالخبر مدام في استراتيجية تصير أنت تعرف وين وش اللي لك وش اللي عليك كيف. أنت تبغى تقول لي أنك تفاجأت أن الداخلية موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا 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 لا، كون في موجودين الشباب أكيد، بس أنا أقصد أنه استراتيجية بسعادة حين أنت في العمل هنا في روتانا عندك استراتيجية، ولا تجي تحك راسك وتتكلم في أي موضوع؟ لا، موضوع تحضير وجايب العرفة. أنا إذا 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 عندي ضيف مثلك أكبر الأستاذ. الله يعافيك. شكرا على الغزل هذا، لكن قصدي إنه 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 هذه الشفافية العالية، إنه استراتيجية. طيب وزارة التعليم العالي نبغاها تبين استراتيجية في التواصل الاجتماعي. يعني الآن أنا ما أشوف إلا مثلا وزير التجارة، ويمكن هو أكثر الوزراء طرحا، تتفق تختلف معه. وعادل فقيه تتفق وتختلف معه. لكن انت الان يا ابو سعد، زمان كانت الناس تتعامل، شوف وسائل التواصل بين الناس، كانت الناس زمان تتعامل بالحمام الزاجل، حمام تحطه فوق السطح تخطي رساله يوديها المدينه الثانيه، بعدين تطور وصاروا يرسلونها مع انت اشتغلت في الحمام. ايوه بالضبط، وصاروا يرسلونها مع سواقين الشفرات، يا زيد خلى الشفر يمشي على هون مثلا، يعطيها رعى الشفر كاتب ورا على كف على كف القدر نمشي. لا بالله لا تستهتر، خلينا جادين شوي. فيعطونها مكاتيب، لذلك لما تيجي تسافر زمان يقول لك ها معك خطوط شيء، تاخذ خط يسمونه خط. جانا حبيب من الخط وقال لي يا مرحبا بالخط واللي فانه وما ادري قصائد، تعرفها انت اكثر مني بحكم تخصصك في الشيء تخصصين. لا ايش يسمونها الميثودولوجي الشعبيه ما ادري ايش اسمها. بعدين تطور الى انه رسائل البريد، انك تجي صعد باء ما ادري ولا بقاله محمد علي امام المحكمه الدوار رقم 5، تطور الى جاء الايميل. حلو، تتواصل الناس. احنا مشكلتنا الى الان عايشين في المربع الاول، الناس وين توك راحت الناس وانت ما زلت ما جالس. انا اقصد الان المقصود من المؤسسه اي مؤسسه حكوميه لها يسمونها العملاء يتواصلون معها.
الوسائل متعددة في التواصل، ما تلزمني والله تقول دائما يقول لك خلاص صلى الظهر وتعال، تعال بعد الظهر، ليش أجي بعد الظهر؟ إذا أن المسألة باخذ رقم، تبي تاخذ رقم بس ليه ما أخذه عن طريق الهاتف؟ ليه ما أخذه عن طريق تويتر؟ ليه ما عشان نخفف زحمة المدن ونخفف التلوث يجب أن نقلل المراجعين. أنا لما كنت في بريطانيا أبو سعد أقسم بالله كان في تجديد الفيزا، أظن تجديد الفيزا بالبريد تأخذ أسبوعين، تدفع 300 ريال، إذا جيت لهم شخصيا 1000 ريال. عارف ليه؟ يقول لك مدام إنه بالبريد ليش تجي ساعة؟ إنك زحمت الناس، لوثت بريطانيا، سويت زحمة عند الإشارة. بس تعرف إحنا في موضوع البطاقات والجوازات والمعاملات المرتبطة بالوزارة الداخلية تحديدا، نعم، وهذا الحقيقة ليس تملق الوزارة، لكن فعلا شيء تشعر فيه من أكثر الجهات إنجازا. مو هذا قلت لك أنا قبل شوي، بس الحين جاي تأخذ لحظة استراتيجية الداخلية في التواصل الاجتماعي في كل شيء. لا 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 لا، الحين إحنا نتكلم في إنجاز المعاملات المواطنة. صحيح، التواصل الاجتماعي نروح بالي شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح، بس استراتيجية وهذه شوي تختلف عن بعض، يعني بس تداخل. أنا قلت لك من حيث المتابعة هذا اللي تقصده أنت، أنا عارف المتابعة، لكن التفاعل أيضا مطلوب. أنك أنت مدام أنه أنا والله أبغى أبحث عن قبول في جامعة الدمام مثلا، ليش أركب لي تاكسي ولا نقل جماعي ولا تلعوز بالمطارات عشان ألقى لي حجز؟ لا، ممكن أتواصل معهم في البريد، ممكن إلكتروني، ممكن أتواصل معهم في تويتر، ممكن أتواصل معهم في الفيسبوك. العالم الآن أصبح قرية صغيرة، شبعنا وحنا نقولها لك، والله القرية الصغيرة ذي أنه أنت جارك ما تشوفه لك شهر، وش القرية هذه اللي ما حد تشوف أحد؟ قلت تعرف الآن أن في شباب اللي عمره 18 و 20 22 يعزون بعضهم على العشاء. أيوه. يطلعون الأربعة يتعشون. نعم. تعرف انهم ما يكلمون بعض طول القعده؟ ايوه، كل واحد كل واحد يمكن يردون على بعض من خلال يمكن. أيوه. لا، وتلقى واحد معاه في الواتساب قاعد يراسل اخوه في امريكا ولا هو قاعد يتكلم عنه. عشان كذا ام صالح الله يذكرها بالخير كانت لما يجونها بناتها يزورون حاطه زنبيل كذا مكتوب عليه زنبيل ام صالح لحفظ الجوالات، ترمي جوالك وتدخل لجي تطلع تاخذ زي الحذاء اللي تحطه عند المسجد. هذا الصح. أنا أتكلم الآن عن التواصل. بعد يعني فترة بنسويها معك ونأخذ جوالك فيه. أنا والله بالعكس ما عندي جوال، لأن ما أحب أحد يكلمني، لأنه الناس ما تستحي، يدرني على الهواء يكلمني بيقول لي ترى أنا جالس جنب المدام وقلت لأني عارف العرفة جعلي بيكلمك. فأقول لك التواصل مطلوب يا أبو سعد. والآن مع الإدارات الشبابية، أنا سعيد كثيرا أن الإدارات الشبابية تفاعل، تسمع كل يوم مسؤول حط حسابه في تويتر. مو لازم أنه ما ضد أن الوزير يقعد طول وقته في تويتر كمان، لا، بس الوزير يوظف واحد في مكتبه من هالثقة يقول له شوف القضايا ورفع لي القضايا المهمة، والله في مثلا مريض في جازان مستاهل بسرعة علاج للتخصصي، نقله سريع وهذه أوراقه بسرعة تجي. أما من يركب من جازان للرياض وقاعد يدور في تكاسي الرياض والليموزين، ولا تلقى محطة ولا تلقى فندق رخيص ولا تلقى شقة مفروشة ولا شيء عشان إني أخذ هذا. التواصل مطلوب، وتتعدد وسائل التواصل. ترى ممكن يعني أنا عندي أمل في الغرب الكريم إنه بعدين ما عاد نتواصل، أفكر أنا بعلي يفكر فيني، نتواصل عن طريق التلبث يسمونه، التواصل عن بعد، التوارد الخواطر اللي يسمونه العرب، التخاطر، أي التخاطر، توارد الخواطر والتخاطر عن بعد، بحيث أنه أنا ما أحتاج أفكر بعلي كذا يفكر فيني يرد علي يصير زي يقول لك إذا صحيت في منتصف الليل فجأة وأنت من أهل النوم طبعا، فأعرف في ذيك اللحظة أن في أحد يعني مشغول في التفكير فيك، يعني هذه مثل واحد حكته يقول والله بجيني قروش، يقول هذه يعني فيها شويه خزعبلات. لا لا لا، انا اتكلم انا نومي مقطع، لا تقيس. اي نعم نعم، مصعب نفس هذا مثلا، لكن انت مثلا مصعب ورا مصعب، انت مصعب مثلا مصعب يقلدني عنده هموم يعني تو يقول لي في ذني والله لا يسهر الليل الا من به ألم. انا متاكد انك انت عشان وضع اخواننا في سوريا ووضع اخواننا في العراق وذا ما يخليك تنام، انا هذا متاكد منه. طبعا لا يسهر الليل الا من به ألم ولا لا؟ طبعا الحمد لله. السادس، الخبر السادس، أو عفوا سولو بريك ونعود، فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفه. يا هلا، يا هلا والله بالله. ابو سعد الزر اضغط ولا يتاخر الشاي والحبيب. لا جايك الحين، انت بس تمنى ويجيك. طيب الخبر السادس، صحيح، في الشرق الاوسط رسوم الاراضي البيضاء في السعوديه تهوي باسهم الشركات العقاريه، نتابع.
في أول ردة فعل على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في السعودية، شهدت أسهم شركات قطاع التطوير العقاري في السوق المالية المحلية يوم أمس تراجعات حادة بلغت نسبتها في بعض الأسهم المدرجة نحو 9.7%. هذه التراجعات الحادة للغاية تنبئ عن أن قرار رسوم الأراضي البيضاء في البلاد سيزيد من فرصة تراجع الأسعار. تفضل يا دكتور. طبعا هذا الخبر كان يعني المسيطر على الناس خلال اليومين الماضية، صحيح، قرار أفرح الشعب كثير، نتمنى أن تكون انعكاساته مفيدة وسريعة. والله إن شاء الله يا أبو سعد. أول شيء طبعا أنا متأكد أنك أنت مثلي متفائل وسعيد في الخبر، وأنا كتبت يعني قلت رسوم الأراضي البيضاء جعل المواطنون يتفائلون تفاؤلا أخضرا إيجابي، اللون الأبيض والأخضر. أكيد أنه هذا القرار انتظره الناس، لكن لما تسأل المختصين، هو القرار فيه مجلس الوزراء يعني أصدر يعني عطى الضوء الأخضر بأنه موافق على الموضوع، بالتالي فيه إجراء حيمر فيه، يعني بيأخذ وقت، يمكن يأخذ 5-6 أشهر على حسب ذا، أنه مجلس الاقتصادي يمر عليه مجلس، يمكن يمر على مجلس الشورى، يمر على هيئة كبار العلماء. وأنت تعرف الشيخ بن منيع يعني كان له موقف حاد في اتجاه رفض الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء. طبعا تعرف سألت الناس اللي من هنا ومن هنا، لازم أنت، وترى لما أنت تجيب وجهات النظر أخرى ما يعني أنك أنت تحارض ولا شيء، لا، يعني أنه القرار فيه دبيت، فيه نقاش في الموضوع. يعني ما يمكن في قرار تصدره أي جهة حكومية في العالم ويلقى القبول من الناس كلها، لا. يعني خلينا نقول قرار إيقاف الابتعاث مثلا، أنا متأكد أنه في كم واحد من التيار مثلا ملتزم جدا يرى أنه قرار حكيم، بينما في ناس متضررين، بينما في ناس انت مثلك ما يبغى يتوقف القرار. فهي الدبيت هذا طبيعي، والحكومة دائما تعطي هامش للناس انهم يعبرون عن رأيهم، طالما انت عبرت فقط عن رأيك. فاقول لك انه هناك من يقول يعني انه هذا القرار يعني احد الحلول وليس حل حاله. عندك مثلا انت لما تحط مثلا تنزل سعر الأراضي بقينا مشكلة، كيف يشتري المواطن؟ لازم تلزم البنوك أو تلزم صندوق التنمية العقاري أن يساعد المواطن. الآن أنت أوكي الأرض اللي بصارت مليون صارت ب700 ب600 ستيل أنا أحمد ما عندي 600، إذن صارت الأرض لا استفاد منها اللي دفع رسوم ولا استفاد منها اللي بيشتريها. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه في شكاوى كثيرة من البلديات أنها عشان تطلع ترخيص بناء، طبعا انت ما مريت بهالشيء، تحسب الجدران تنبت من الارض، ترى ما تنبت من الارض، هذه بغاله تصريع وارتداد، ويجيك المساح اللي احيانا يعل القلب ويمغص البطن وما ادري ايه ويتمنن ويتدلع ويكلمك بنفسه راس خشم وتكلمه وينك، يقول لك والله بالبوفيه قاعد افطر، كل شوي تقول ازعجتنا يشرب شاي حليب وما ادري، يطول. فاقول لك اجراءات طويله، هذه واحده من الاجراءات ايضا تسريع. ف المقصود انه من القرار انه يعالج بشكل كامل، حزمه تحتاج حزمه يسحل، وحزمه حزمه حلول، فرض رسوم على الاراضي البيضاء، الحزم في تطبيقها. ايضا في ناس يتخوفون من الالتفاف على القرار، تعرف الحين عندنا كان الفحص الدوري، عندنا رسوم رفع الرسوم على العماله مثلا ما افاد، العماله زادت، انه احيانا هذه تحتاج الى ايضا تكتيك وتحتاج على قوه في تنفيذها، بمعنى انه لا يتم الالتفاف على القرار. ترى اي قرار العقاريين تعرف يعني ما اقول خبثاء لكن اذكياء جدا، يلتفون على اي قرار، مسكين بعدين يحطون الرسوم يحملون على علي العليان، يعني يبدا علي مسكين يشتري سياره ورا سياره قصاد عشان يسدد. فهذه يعني اللي عندي، انا متاكد ان عندك انت اشياء اخرى. لا انا اقصد انه هل ممكن يكون في تلاعب على القرار؟ يعني مثلا تو الزملاء في الاعداد يقولون انه في احد على تويتر يعني قال انه اوكي انا عندي اراضي كثيره بيضاء بحط عليها هناجر واجرها مستودعات ب1000 ريال ولا 2000 وخلاص، وش الرسوم اللي بتاخذون عليه مثلا؟ طبعا انا اعرف انه الناس اللي مشغالين على هذا الملف دارسين كل الامور، ومفروض انه في نطاقات معينه وفي محددات وفي لكن الحقيقه انا الطريقه انا معجب بالشفافيه، انه كيف راح يتم القرار وكيف، لكن القرار ترى فيه لفته، يعني انا اتوقع ما راح ينجز بسرعه، مع اني متفائل في قرارات سريعه، ولكن هذا ترى نجاحه في الاسراع في التطبيق ان شاء الله. انا اقول لك هذا الكلام، احنا ليش نقول المخاوف الان يا ابو سعد؟ عشان نبغى ان شاء الله متخذ القرار يسمعون الكلام ويسمعون يستفيدون من تغريدات الناس ومن مقالات الاخرين حتى لا يتم الالتفاف عليه، وبالتالي يحكم احكام. يعني مثلا من ضمن القرار يقول لك، انا يعني قرات انه من ضمن لا يشمل القرار الا الاراضي التي صالحه للسكن
ومشتمل على الخدمات العامة، معناته أنت جدة كلها ما تطلع برا، لأن جدة ما فيها مجاري مثلا، ما فيها خدمات عامة. لازم يكون القرار محكم واضح، وأنا متأكد إن شاء الله لما يصدر القرار أنا وأنت حنناقشه هنا ويكون واضح، ولا خلى ولا ثغرة، لأنه لو تحط ثغرة بسيطة يدخل منها مليون متلاعب. رغم أن أنا وأنت طبعا ما عندنا مستفيدين، أنا عندي أرض ولا عندي كرة أنت ولا عندنا شيء. إذا استفادوا الناس كلنا نستفيد. الحمد لله، يا سلام على الروح. والله أنا صادق. أنا عارف والله أبو سعد لو ما أنت بصادق ما جلست معك هنا، كان رحت الحين عند أصحابي ناكل مندي وننبسط. تصريح الأسبوع من صحيفة المواطن: هذا ما حدث أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. نتابع. علمت الوطن من مصدر مطلع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن العرض الذي قدمه معالي وزير الإسكان السابق الدكتور شويش الضويحي أمام المجلس استغرق مدة ساعة كاملة، وأنه تم سؤاله بعدها باستفاضة من قبل سمو رئيس المجلس والأعضاء الوزراء الذين يبلغ عددهم 18 عضواً ومستشارو الديوان الملكي الخمسة الذين حضروا الجلسة حول محتوى العرض وعن سبب عدم قيام الوزارة بأي خطوات عملية طوال السنوات الأربع الماضية لحل هذه المشكلة التي تؤرق القيادة والشارع السعودي، بما في ذلك المبلغ الكبير الذي خصص لحل أزمة الإسكان 250 مليار ريال. وتعرض العرض الذي قدمه الدكتور الضويحي لنقد كبير لعدم وضعه لأي حلول وخلوه من أي رؤى مستقبلية، وأغلب النقد تركز بكون العرض المقدم يتحدث عن أرقام مصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات دون أي خطط أو خطوات عملية لحل مشكلة الإسكان، مما أدى لامتعاض رئيس المجلس والأعضاء ومستشارو الديوان الملكي الذين حضروا العرض، وهو الأمر الذي دفع بالدكتور شويش الضويحي بأن يطلب مهلة زمنية لتقديم عرض جديد يعرض فيه رؤى الوزارة والحلول المستقبلية لحل مشكلة الإسكان. غير أن هذا الطلب قوبل بامتعاض كبير من المجلس والحضور، كون الوزير ليس جديدا على الوزارة وأنه أمضى فيها ما يقارب السنوات الأربع، وأن مشكلة الإسكان لا تتحمل المزيد من التسويف، خصوصا وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين المشددة بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، وهو ما أكده في خطابه للشعب قبل الاجتماع بيوم واحد فقط. ولم تمض ساعات على انتهاء جلسة المجلس وصدور بيان وكالة الأنباء السعودية، ورد فيه: اطلع المجلس على عرضين مقدمين من وزير الإسكان ورئيس السوق المالية بشأن التوجهات والرؤى والأهداف المستقبلية لقطاعي الإسكان والسوق المالية، واتخذ المجلس حيالهما عددا من التوصيات اللازمة لذلك، حتى صدر بيان الديوان الملكي بإعفاء الدكتور شويش الضويحي من منصبه وتكليف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الإسكان. تعليقك لي. هلا والله أبو سعد، يعني لازم نبين أول شيء الخبر هذا. إحنا ليس من عادتنا نأخذ من الصحف الإلكترونية إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تكون في انفراد في الخبر وهذا ما حصل، والشيء الثاني أن يكون الخبر يهم شريحة كبيرة من الناس. أنا ليش تأخرت الخبر التعليق عليه؟ لأنه قلت أتوقع أنه يصدر نفي، يصدر تكذيب للخبر، يصدر كذا، لأن الصحيفة مرخصة من وزارة الإعلام وفيها أيضا معلومات انفردت بها. اللي بوصل له يا أبو سعد أنه نحن الآن، زمان كانوا يقولون أن الوزارة تشريف وليس التكليف، أنا أعتقد الآن إحنا في مرحلة هذه بدأت ألمس أن الوزارة تكليف وليس التشريف. اللي عاجبني في المجلس الاقتصادي وانت تتابع البرامج اللي فيه، كل أسبوع في اثنين وزراء يعرضون خططهم ويعرضون المناقشة فيه، كما هو مذكور في الخبر فيه 18 وزير وخمسة مستشارين من الديوان يستمعون ويركزون ويناقشون أي وزير، محضرين أنفسهم تحضير كامل. الله يذكره بالخير الدكتور شويش راح وانتهى، لكن أقول لك أنه كان 4 سنين في هيئة الإسكان و4 سنين في وزير، 8 سنوات، مبلغ ضخم 250 مليار أراضي، كل الأراضي في السعودية اللي غير مملوكة للأشخاص ولا للدولة هي ملكهم، ما صار شيء. الآن أنا أقول لك للوزراء الموجودين الآن أنه فيه ترى تغيرت زمان، أنا أذكر وزير كان وزراء كثير قعدوا 20 سنة في الوزارة ما حد سألهم ماذا صنعت، يعني هو الوزير يبادر ويطرح على مجلس الوزراء رؤاه، والآن لا، أنت كل أسبوع مطلوب منك أنك تقدم رؤية، وكل وزير يجيها الدور مرة في الشهر بحيث أنه يقول أنا الشهر هذا حفتح مثلا جامعتين، حسوي كذا حسوي كذا، الشهر الجاي يناقشونه عما تم إنجازه من اللي وعد فيه. أنا متفائل جدا جدا جدا
بهذه الحقبة الوزارية الشبابية التي امتازت بالشفافية والمحاسبة. وأنا أقول لك أنه السنة ذي حتسمع فأكثر من شخص أكثر من وزير وأكثر من مسؤول متى ما حصل تقصير. وأنا عارف أنه في صرامة. بعدين موضوع الإسكان يعني الملك سلمان الله يحفظه الخطاب يعني يبين أنه من أولوياته ولا في كلام طبعًا. لأنه هذا مس الوطن. وأنت تعرف أحد ما عنده بيت هنا ولا شيء لو صارت أي مشكلة في البلد لا يعني البلد، لكن لما يكون لك بيت وأرس وارتباط وجذور مستحيل أن تتفرط في شبر من الأرض. لذلك أنا أحيي هالمجلس وأعتقد أنه فعلا فيه مرونة وفيه شبابية. ولما تشوفهم كمان دون بشوت يا أبو سعد هذا برضه خطوة عملية شبابية، فيه مرونة بالعمل، مستشارين يحاسبون على الناس في بريزنتيشن كل أسبوع في اثنين وزراء في المختصين هذولا كل واحد يجي من زاوية. وأنا متأكد أنهم يتنافسون في خدمة الوطن، يعني كل واحد يحاول يبين الخطأ في العرضة ويخطأ في الرؤية من باب أنه من باب الصدق مع المواطن مع الوطن، ومن باب القسم اللي أدوه أيضا أمام الملك أنه يحافظ وأنه يحفظ أسرار البلد وأنه يكون صادق في رؤية. نعم. أنا هذا متفائل فيه وأنا متأكد أنك تشاركني التفاؤل يا أبو سعد. نعم لا نتفائلين، أتمنى لهم التوفيق. آمين آمين. عندنا فاصل الشباب ولا نروح الكاتب الأسبوع؟ نعم نروح الكاتب الأسبوع يا دكتور. يلا نروح نروح. كاتب الأستاذ عدنان الدستنية من صحيفة الرياضية، كاتب رياضي طبعا، المقال بعنوان الرئيس العام ومسؤولية إنقاذ العميد. نتابع المقال المختار. المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع عدنان جستنية من صحيفة الرياضية بعنوان الرئيس العام ومسؤولية إنقاذ العميد. يقول: وأنا أشاهد المشهد الاتحادي وحالة الاستقرار الإعلامي السلمية التي يمر بها والتي لم يسبق مر بها منذ فترة طويلة، وهو الذي كان على مدى 6 إدارات متتالية مادة دسمة للصحافة وللبرامج الرياضية. أشعر بسعادة كاملة لهذه الأجواء الخاملة المسالمة، ومبسوط جدا جدا أن حبيبنا البعبع بحنكته وذكائه وخبرته الواسعة تمكن أن يضع الغالبية العظمى من مقدمي البرامج الرياضية والقائمين على الصحافة الورقية في خانة هس ولا كلمة فرضت عليهم اتخاذ موقف واحد: لا أرى لا أسمع لا أتكلم. لن أستعرض كم من الوعود التي تم التغاضي عنها منذ اليوم الأول لترشيح إبراهيم البلوي رئيسا للاتحاد، بدءا من الميزانية المفتوحة والأكثر من مفتوحة، وانتهاء بالزيادة الممنونة التي قام بها وفد إماراتي منسوب لشركة طيران الاتحاد، وتصريح أعلى عقد بين الأندية السعودية، وكم هائل من المشاكل تخص لاعبين يعيشون حالة من الاضطهاد القهري لم يتطرق لها الإعلام المرئي تحديدا، على اعتبار أنه كان في يوم من الأيام ولعدة سنوات السباقة في تصويرها وتهويلها والتفاعل مع أحداثها لحظة بلحظة. ولذلك بناء على تعليمات صارمة موجهة من مقدمي هذه البرامج للمعدين والمراسلين تمنعهم الآن من تناول هذه الأحداث، وتجبرهم في نفس الوقت على التعامل معها على طريقة أبو عنتر وتوجيهاته المرعبة لعيال الحارة في مسلسل صح النوم، وهو يسألهم وهم يرون بأم أعينهم جرائم وجرائم غوار الطوشي: شفت شيء؟ لا ما شفنا شيء. سمعت شيء؟ لا ما سمعنا. مهددا: يا ويله يا ظلام ليله يلي بتتكلم هيك وهيك. كان بمقدوري تطنيش تلك الوعود ما دام أن هناك عملا جيدا تقوم به الإدارة على مستوى فريق كرة القدم، وأنضم لقائمة المنصاعين لتعليمات بعض رؤساء تحرير الصحف والأقسام الرياضية والبرامج الرياضية. شفت شيء؟ لا ما شفنا. سمعت شيء؟ لا ما سمعنا. لكن بعد الحوار الذي دار بين مقدم برنامج في المرمى الزميل بتال القوس ووالد اللاعب أنس الشربيني، ثم الخبر المنشور بالأمس هنا في الرياضية حول قضية تخص نفس اللاعب ومتخذته محكمة رياضية دولية في حق نادي الاتحاد، والذي على ضوء هذا القرار أصبح النادي مهددا في حالة خطر إن لم يسدد مستحقات اللاعب والعقوبة المالية التي فرضت على نادي الاتحاد، ثم تصريح عضو اللجنة المتابعة للقضايا الدولية تركي باديب بأن النادي منتظر المكرمة الملكية. فإنني أتمنى من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد الاطلاع المباشر على هذه القضية والوضع المالي لنادي الاتحاد والتحرك السريع من أجل حلها. فما حدث للاتحاد في البطولة الآسيوية وما نتج عن بطء في التعامل آنذاك مع قرار لجنة الانضباط الذي حرم الفريق الاتحادي حقه من اللعب بين جماهيره كاف لمعرفة أين الخلل. أما الركون لما ستتخذه إدارة النادي أو ما ينشر صحفيا ويطرح في إعلام شفت شيء لما شفنا، فسوف تكون عواقبه وخيمة. ولن يسمح لي الأمير عبدالله إن صرحته بأن الرئاسة العامة ستكون هي مسؤولة مسؤولية مباشرة إن تقاعست عن أداء مسؤوليتها وستوجه لها الملامة أولا وأخيرا.
والوسط الرياضي عموما وليس الاتحادي فحسب لن يلتمس لها ولكم العذر، فالأندية السعودية أمانة وضعتها الدولة تحت قيادتكم ومرجعيتها إليكم في جميع الأحوال إن مسها خير أو شر، والعشم كبير فيكم في إنقاذ كبير وعميد الأندية السعودية، محذرا بألا تصدقوا أي معلومة ترد إليكم شفهيا إنما عبر شواهد موثقة وذلك قبل فوات الأوان. تفضل يا دكتور. او شاسك ما تحب ابو فارس ولا ما تحب؟ بس لا تقسو عليه يا رجال ابو حبيبنا ابو فارس. والله لا انا بقسو عليه لسبب واحد، لانه اتحادي، والحين لو قلت انه كويس قالوا ايه عشان اتحادي زيك وكذا. فانا اول شيء احيي الاستاذ القدير عدنان جستانية ابو فارس، وخليني اقول لك الدردشه اللي معاه قبل حول المقاله، لانه انت لازم تعيش اجواء الكاتب وفلسفته. سالته شيء ماذا تعني الكتابه؟ شوف ما هو سهل ابدا ابو فارس. قال هي كذب جميل مباح. كتابه كذب جميل ومباح، وهذه طبعا فعلا ينطبق على كتابات ابو فارس. يعني هذا المقال قبل شو كذب ولا لا؟ هذا ليته كذب، يعني ليته كذب، انا اتمنى انه كذب. بعدين سالته عن كيف تحتال على الرقيب؟ قال يا أحمد مع الخبرة الطويلة وكذا صار من السهل التعامل. قال أول ما بديت الكتابة كنت حاد جدا، مع أنه مفرض لي ما زال حاد، بس يقول فيقول مسكني الأستاذ الله يذكره بالخير أسامة السباعي وقال لي يا ولدي أنت مقالاتك حلوة بس فيها حدة، بدل ما تقول للواحد أعور قل له كريم عين، نفس الكلام. فيقول أنا بديت فعلا كل ما بقول واحد أعور أقول له كريم عين ومشي مقالي. طبعا مشكلة عدنان أنه كتب في صحف كثيرة، يعني تقريبا أظن ما في صحيفة ما تزوجها مسيار. كتب في عكاظ وكتب في البلاد والرياض والمدينة والملاعب والأربعاء والنادي والآن في الرياضية. هذا التشتت خلى الإنسان يميل شوية. بعدين في معلومة ترى ما حد يعرفها أو قليل الناس يعرفونها بحكم أنك أنت يعني زي صغير سن، بس أنا هو قالها لي أنه أول من سوى حوار مع ياسر عرفات بعد اتفاقية كامب ديفيد هو الأستاذ عدنان جستانية، كان مراسل للبلاد يوم كان الله يرحمه عبد المجيد شبكشي رئيس التحرير وهاشم عبد الهاشم نائب رئيس التحرير. فراح المطار واخذ حوار سريع مع ياسر عرفات 1398 قبل نشوله طبعا. سوى الحوار معه، فشوف الخبرة الصحفية هي اللي خلته يتمرس ويعرف كيف يمرر الأفكار. أيضا من الأشياء اللي ما يعرفونها الناس أنه كتب فترة باسم بنت، باسم المتمردة. لما أنشأوا صحيفة النادي في البلاد، فهاشم عبد هاشم أخذ سمى انتقل لعكاظ واخذ صحيفة النادي سمى نفس المسمى، بدأ يكتب باسم المتمردة فترة، وكان يثير الرأي العام ويثير القضايا في ذلك الوقت. خلينا ندخل في السلبيات. أول سلبية عند أبو فارس الله يذكره بالخير الحدة. أبو فارس حاد جدا جدا جدا، وأسامة السباعي اكتشف هذا قبل 30 سنة. وأنا من رأيي لأبو فارس أنه لما يكتب المقال دائما يروح ويتوضى ويصلي ركعتين ويقرأ مرة ثانية، عشان أنه بعد الوضوء تهدأ الأعصاب ويبين، لأن أنت تشوف تكتب مقال بعد لما تقرأ بكرة حتغير فيه، حتحس أنك استخدمت الفاظ حادة. أبو فارس من هذا النوع، شفت المقال اللي تو قرأناه في منتهى الحدية ومنتهى الشجاعة، وبعدين نكمل الصفات اللي فيه. لكن في ميزة أيضا، رغم حدته ما يزعل. يعني أنا أتحدى تجيب لي كاتب في الوسط الرياضي بسعة صدر عدنان جستانية، سعة صدره تشبه اتساع جماهير الاتحاد، بس كبيرة جدا جدا، وهو لا يزعل. أنا ما رأيته في حياتي غاضبا ولن أرى إن شاء الله. أيضا من عيوبه وسلبياته الكتابة اللي يسمونها قصيرة المدى، صلاحيتها 24 ساعة زي التفاحة. لأنه يكتب عن أحداث، يعني ما يمكن، أنا أسف على أستاذ عدنان أنه لا يستطيع أن يجمع مقالاته في كتاب، لأنه يتكلم عن قضية المدرب الاتحاد أمس، هزيمة الأهلي أمس، هزيمة النصر أمس، انتكاسة إدارة الاتحاد بكرة، فقضايا ذي خلاص لها 24 ساعة زي العلكة ولا زي التفاحة تنتهي بسرعة. فهذه من العيوب اللي تخلي يعني ما في فكر رياضي بقدر ما هو تحليل للحدث اليومي الآني. من عيوب أيضا وسلبيات الأستاذ عدنان التكرار، يعني تجد أنه مثلا ممكن يحفر في موضوع واحد 10 مقالات، يبي يزيد ويعيد وكذا وكذا، وممكن اختصارها وانتهاء من الموضوع منها. من عيوب أيضا استخدام العامية بكثرة. طبعا أنا أعرف أنه الأستاذ عدنان يعني ما شاء الله فصيح في اللسان وفي اللغة ومتمكن وكاتب قدير، ممكن تحتاجها. شوف الحين مر علينا، شفتوا شيء لا ما شفتوا، سمعتوا شيء لا حلوة أوكي فيف محله، لكن ما يصير بشكل باستمرار. مشكلة آخر عيوبه إيمانه بالمناسبة
بالمعامرة في الرياضة. هذه مشكلة، إذا دخلت مشكلة يعني حين زي واحد الحين متصور أن الروتانا فيها مؤامرة، وأنه جايبين العرفج مؤامرة، وأنه شبك السلك مؤامرة، وأنه حطوا الموسيقى ذي مؤامرة، وحطوا ذي فتستمر، لأنه المؤامرة هي ما تشكل 2%، بقية أشياء أنت ممكن ما تكون. يعني مثلا لو فاز لو انهزم الاتحاد من أي فريق درجة أول قال مؤامرة، ممكن هي ما هي كثيرة عنده لكنها مؤمن بها، وهذه مشكلة إذا الإنسان أمر تدمر حياته. خلينا نرجع يا سيدي للإيجابيات. أول إيجابيات والجميلة فيه أيضا مساحة المقال المختصرة، هذه ميزة تحسب للعدنان بحيث أنك تشوف مقاله تقرأ وارتاح، وفي سلاسة ما في حشو، كله معلومات. ثاني مزاياه الجميلة الجرأة والشجاعة. أنا أقول لك من الكتاب النادرين، يعني هو اتحادي الآن لكن على خلاف مع إدارة الاتحاد، على خلاف مع كل الإدارات، على خلاف مع كل، يعني تعرف ماكسيم جوركي يقول جئت للعالم كي يختلف معه. عدنان جسرية داخل اللي يختلف مع الجميع ويتقبل هو الرأي، هو يهاجم ويتقبل الهجوم، لأنه بعض الناس يهاجم ولا يبغاك تهاجم أبدا. إذا كنت أنت بيتك من قزاز لا ترمي الناس لا هو يرمي الناس بالحجارة ومتحمل تكسير قزاز بيته، ما يزعل أبو فارس. نجي يا سيدي للميزة الثالثة، الاطلاع والثقافة الرياضية الواسعة. يعني تعرف يا أبو سعد ما نبغى والله واحد يقول الاتحاد كويس، الأهلي كويس، النصر جيد، نريد واحد يعطيك تحليل ويعطيك معلومة ويعطي الرأي بنفس الوقت. عدنان اقرأ كل المقالات وتحداك تلقى مقال ما في 10-15 معلومة، وهذه تحسب لأبو فارس بشكل كبير. من أبرز مزايا أيضا احترام الخط الكتاب، يعني ما عمره كتب عن أسعار البصل مثلا في السعودية، ما عمره كتب عن مثلا العقار والسكن ومشكلة ارتفاع سعر الأراضي، لا هو ما يكتب إلا عن الكورة وداخل الملعب وخارج الملعب وإدارة الأندية. أيضا من مزايا الجميلة الخبرة والتمرس، يعني أنا أقول لك شوف الآن هو صوب النار على رئيس رعاية الشباب وبكل أدب، وقال له ترى الدولة حطتك هنا من أجل تحمي الرياضة وأنت مسؤول عنها، وصوب النار على إبراهيم البلوي، صوب النار على منصور البلوي، وقال للصحفيين كلكم جبناء ما تتكلمون، والمقال نشر. هذه الخبرة والتمرس اللي يقول لك إياه، إنه يجي يحز العظم لكن ما يطلع الدم أبدا. هذا اللي قال له قول أعور لا تقول لا لا خليني بس كمان، أنت تعرف الوسط الرياضي. أيوة. يعني للأسف كل جريدة محسوبة على نادي أو كل قسم رياضي محسوب على نادي، ربما لو كان هذا المقال في صحيفة محسوبة على الاتحاد ما نشر أكيد. ولكن في جرائد مبسوطة عليه. نعم 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 نعم. عموما هذا اللي يقول لك طبعا الكلام عن أبو فارس أو أي كاتب. طبعا أنا ما أحب أتدخل في تخصصات زملائنا في الصحافة الرياضية. هم تعرف في لهذا هاليس، لكن احنا نقول الكلام اللي قاله واحد من زملائهم من أهل المهنة. كل يا أبو سعد الكتاب اللي نطرحهم هنا ترى لديهم الكثير وعندنا ما نقوله الكثير، لكن احنا يقول لك ما لا يدرك كله لا يترك جله، مدام نقدر نقول شيء. بقي شيء أخير إذا كان لي من اقتراح، فنقترح على حبيبي عدنان التخلص من الحدة بشكل على أساس الناس ما تزعل منه وتتقبل رأيه. لو أنا أعطيتك كف الحين قلت لك يا علي تعال بدري ما تجي، لكن قلت لك أبو سعد تكفى تعال بدري عشان نبي نشرب الشاهي ونطمئن عليك ونطمئن على أخبارك، تستحي وتجي. الشيء الثاني أتمنى أيضا، يعني أنت مصر على الكف أوكي يلا يا سيدي ما حد حيعطيك كب، بس نمزح يعني واحد والله يا سارة بالله خليك في عدنان، خليك في عدنان بالله الله يخليك. طيب بس لا تضايق، انا قلت طيب اوكي مو كف، انا اعطيتني كف. شوف ومحاوله اتمنى انه قدر المستطاع انه يخفف من الحده قدر المستطاع، وانه ايضا نبغاه يكتب لنا بعدين عن خواطره وتاملاته في المشهد الرياضي، تلك المقالات اللي تاخذ بعد تصلح للزمن، ولا ونصايح لاي كاتب رياضي مبتدئ إيش يسوي، هل يعلم؟ ترى في قضية كبيرة الآن، أنت كمقدم برامج أو كصحفي هل من المفروض أنك تعلن ميولك وتدخل الناس في معركة أو تخفي ميولك؟ ترى هذا في نقاش كبير، بعض الناس يقول لك كذا وكذا، لا الأمور ترى خلافية، ما يجي واحد جاهل يحس يقول لك لا هي كذا. فأنا أتمنى هو يعطينا رأيه في تأملات عابرة وطويلة، إنه هل يعني مثل أخونا تركي العجم ما قال من البداية أنا نصراوي لكن أنا هنا حيادي مثلا، يجي واحد زي أخونا القدير بتال القوس مخفي مثلا ذا أو رجل السلمي أو كذا مخفين ميولهم. أنا أقول لك أعلنها، يعني الاتحاد الحمد لله أعلنت وأسلمت وانتهيت، ما عاد بقي إني أدخل. والله ترى بيفهمونا غلط موضوع لا لا أوكي أعلنت لا عرفت التيار عندنا بس إيه لا أعلنت، خليني أقول لك أعلنت أني أنا اتحادي عشان ما أبقفل اللي باب الجدل. نعم أنا خليني بس إذا ختمت من خلاص أنا خلص. أنا بس بقول شيء وأنا من هذا المنبر أحيي الأستاذ عدنان جستنية على صعة الصدر وعلى تساميه الحقيقة عندما يكون الوطن يعني هو الهم. وأنا أقول هذا الكلام يوم من الأيام عندما تعرض
الأستاذ عدنان جسنية لقذف عنصري أو كلام عنصري كان متساميا على ذلك ولم يرد، وبعد ذلك تعاطى مع كل الناس، فأنا أشكره يعني من الأعماق. وإحنا في ذيك الأيام عملنا حلقة عن هذا الملف، نعم، وأيدنا وشجبنا واستنكرنا وغضبنا وكلمنا كل المسؤولين اللي لهم علاقة بمثل هذه التصرفات الحمقاء اللي تصير من بعض الزملاء في الصحافة اللي أوقات التعبير يخونهم. أو فشكرا مرة بس ما دام انت كذا تسمح لي طلع تاخذ الميكروفون دقيقه. لا انا كنت بقول هالكلام سعد، بس تعرف احنا انت هو حلو منك بس مو حلو مني، احنا التزمنا بخط كاتب الاسبوع ان ما نطلع عن اطار الكتابي ولا برامج الفضائيه انا تابع لها، وفعلا رجل صدره متسع للجميع ويتقبل، وحتى هذه انا شفتها لما واحد تقلل من وطنيته وكذا وكان متسامي ومترفع ومتعالي وبدأ يشتغل في الهم الرياضي بكل روح ولا بدأ يدافع عن نفسه، ولذلك أنا كبرته. بس أنا ما أبغى أطلع عن خطي أني ما أتعرض إلا للكاتب من خلال تعامله مع الورق فقط. وتعرض مرتين لاستمرار، ولكن ونحييه. نعم نحييه. طيب راح نروح الفاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد، لازلنا في حلقه من حلقات يا هلا بالعرفج مع الدكتور احمد العرفج عامل المعرفه. اهلا وسهلا. هلا والله بالسعادة. فتوى الاسبوع المغازي في نشر التعازي. المغازي طبعا شوف انت شفت انتشرت في الصحف صفحه كامله اعلانات وكذا ودعايات واموات، فسئل احد هيئه كبار العلماء عن حكمها، فكان الجواب بالحرف الدعاء لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الإعلام في الصحف والمجلات فلا داعي له إلا إذا كان على سبيل الإخبار يعني بالوفاة ليقوم الناس من عليه دين يوفي عنه، أو باستفاء الدين له، أو من أجل مكان الصلاة وحضور الجنازة فقط، في غير الحالتين لا يجوز. طيب مزاين المزاين الكتب المسموعة تطلع بس أول شيء الآن الكتاب وفكرة، أيوة هذا، والحديث عن التحيزات المعرفية وفجوات العقل، أيوة شوف هذا طبعا برنامج الكتاب فكرة، وكل أسبوعين هو الكتاب. الكتاب ذا جميل أبو سعد، لازم الناس أتمنى أنه بعد ما خلص الحلقة بدل ما الواحد يقعد يسولف بالواتساب ويزعج الناس، لا يسمع التحيزات الفكرية. هذه فكرة خطيرة، التحيزات الفكرية أنك أنت ما تقرأ للي يدورون حولك واللي يقولون لك كلامك صح واللي يقولون لك علي العليا، لا أنت لا تقرأ بس اللي يمدحون علي، اقرأ المخالفين في العلي يمكن ينبهونك على شيء. فالتحيز المعرفي هو عبارة عن أنك ما تكون حيادي في معرفتك، يجب أنك أنت تكون حيادي تقرأ للجميع وبالتالي لك شخصيتك. نعم. طيب مزاين الكتب الورقية هذا معنى الكلام. شوف هذا أنيس منصور له 100 كتاب، فأنا بالمرة الثالثة جبته الآن، بس هذا الكتاب يميز عن كتبه السابقة أنه ذا في آخر أيامه، بالتالي قمة النضج المعرفي. يعني شوف هو أنا أتمنى كتابنا في السعودية يرتقون لمستوى أنيس منصور، بمعنى أنه يكتب لنا عن مقروءاته، ما نبغى رأى الرأي، ترى عند أهل الرأي ما يقولون، اللي عندهم رأي ما يقولون رأي، واللي ما عندهم رأي هم اللي يكتبوا زعجونا فراءه. فهو مثلا يجيب قصة ظريفة، يقول مرة جون كينيدي سأل ولد صغير قال له يا طفل لما تكبر شو بدك تصير؟ قال ودي أصير رئيس أمريكا. جون كينيدي بعد شهر راح روسيا فلقى طفل روسي صغير، قال له شو بدك تصير؟ هل ودك تصير رئيس روسيا؟ قال لا، ودي أصير مهندس صواريخ وأطلقها على أمريكا. دار الزمن ويصير الولد هذا وزير الصناعات الحربية في روسيا. يعني هذه من ضمن القصص، من ضمن القصص اللي يقولها مثلا هذا الأخونا الكاتب الساخر الكبير أوسكار وايد، سألوه يعني في أمريكا ما دخلوه، قالوا له معك ممنوعات؟ قال إيوه. قالوا شو ممنوعاتك؟ قال عبقريتي هي الممنوعة. طيب نروح إلى عبارة الأسبوع، ارمي البشت. شوف انا شايف هاليومين في مساله خلينا نقول تخفف شويه من البشوت ولا لا، يمكن شفت اكثر من صوره الاكثر بعض المسؤولين ما يبغى البشت واللي كذا، انا اعتقد انه يعني ليت نكتفي بالبشت في المناسبات الرسميه جدا جدا، مثلا لما وزير يدور مثلا في مستشفى اعتقد البشت معيق ولا لا، القصب مشغله وما ادري وشلون دخلت من يدك ولا طقوس. الحمد لله انا في حياتي ما لبست بشت، وان شاء الله انه يتغمدني الله برحمتي وانا ما البس ابدا. وعجبني والله واحد قبل كم يوم كاتب بشت شعر يقول ايش، بعض البشوت بشوت من غير رجال
وبعض الرجال رجال لو ما لبسوها ولو ما لبسوها تعجبكم انت هالامور. لا بس انا خلني اقول لك شيء، انا كثر الحديث ويقول لك عن التي ما ادري ايش. ايوه موضوع الاغراق في البشت الحديث عنه انه المساله راح تتغير حياتنا اذا المسؤولين خلعوا البشوت، اعتقد انه هذا كلام مبالغ فيه. مبالغ فيه نعم. يعني مثلا البشت ما هو جريمه، انا الانجاز اعتبره هو المهم. صحيح. ويا ما فيه حتطلع لنا شخصيات وطلع شخصيات وكذا يعرفون يتعاملون لك على مستوى الانجاز، وفي ناس بشوتهم وانجزوا والعكس صحيح. صحيح. أنا أقول مع فكرتك اللي هو عدم المبالغة فيها. نعم. ولكن الأهم من ذلك عدم الإنجاز. عدم ربطها بأنه المنجز لازم ما يلبس. لا 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 لا. وأنا بقول لك شغلة. نعم. ترى في إعلاميين سعوديين أساءوا للبلد وتحدثوا في قمة التواصل الاجتماعي، وأنا راح أتكلم عنهم الأسبوع الجاي لما قارن بين السعودية والإمارات، يعني مقارن، يا ليت قارن في الإنجازات، أنا ما عندي مشكلة، قارن في تفاصيل معينة. أنا أحب الإمارات وكل سعودي يحب الإمارات. نعم. لأن نعم. بلد فيها إنجازات وكل. نعم. شيء. ولكن نحب بلدنا أيضا، ولا يتوقع أحد أنه لما ينتقد السعودية نقد غير منطقي أنه الناس راح تحترمه. لا. فأنا الأسبوع المقبل إن شاء الله إن شاء الله راح أتحدث عن هذه النماذج إن شاء الله. بس أنا أقول لك لاجتمع إنجاز وقلب شوت أنا أسلم بساعد. أي لا لا أنا فكرتك واضحة يا دكتور. أي بالضبط، أنه يكتفى فيه زي الحين كل مكان له لبسه، وأنت لما تكون عملي وتدور بمستشفى تسوي عملية ما يمكن تلبس مشلح. فأنا أقصد أنه يقتصر عليه بمسافة معينة. والآن أنا فرحان أنه المجلس الاقتصادي تشوفه مثلا بدون بشوت، مثلا في مرونة في عمل. نعم. طيب نروح إلى بيت القصيد. بيت القصيد يقول: المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يعني أنا ودي بس تفرق أبو سعد بين الشقائين، من أي الأنواع أنت؟ هل أنت من اللي يشقى بعقله ولا في الشقاوة؟ ناخذ الجهاله في الشقاوه ما ادري انا لا في اخذ الشقاوه مبسوط منه طيب احسن حرجتني والله حرجتني ايش طيب نروح الى فاصل ونعود طيب اهلا وسهلا جديدا، زلنا مواصلين معكم في حلقه جديده من حلقات يا هلا بالعرفج. ناخذ مقاطع الفيديو للمقطع الاول. يلا اعطونا. واللي بليله بواحد بالواتساب له حول 3 شهور كل رسائله: انتقل فلان لرحمه الله، انتقلت فلان، انتقل وش زي ام ذا على الريت. ارسلت له صوت يا هوش وقال: انت بالقلدين، نادري ان الموت حق الله يحسن خاتماتنا، بس وش داخلي بمرتن بالشرقيه ورجال بطريف و4 بالقصيم و3 بالرياض؟ ومن الناس اللي شكله ناسخ انتقل وانتقلت بملاحظات، بس زل زل ومت. شف شلون يبي الاول يعلم، وانت على الاجهزه ما بعد مت يعطيك خبر. عاد اللي نرفزته وقلت له انا بصوتي، قلت: شكلك انت عزرائيل بقروب. مر يقفل قال: الله يجعلي اكتب اسمك يا نغله، يبي خلينا انتقل باللي هو ابوه. يوم ارسلت له هشته بصوتي: مر يزعل، انت قليل دي ما بقى لي كفره، يدور مشاكل هو. زعل امس، عاد اليوم الصبح ارسل لي ابشركم حقت امس حقت اليوم 11 حاله. اعتقد انك تشارك وانت نفس ال والله يا ابو سعد تعبني من هالموضوع. يعني اقول لك الاسبوع الماضي جاني مخطر 5 في قندهار، الساعه 3 انا في دبي، تجيني في قندهار. يعني انا ما اتفاعل مع الموت واحزن، لكن ما بيدنا زي ما قال المسكين ذا على الريق اول ما تجي وخفات 5 كل يومك يصير سيء، ما حد يرد قضاء القدر. بس يا اخي الناس عندنا صار فيه ايش، تسلي بالحزن، حلو المصطلح التسلي بالحزن، صار فيه كذا موجه بكاء جماعي. الناس كذا مستانس بخبر الموت تجيبه وكذا. يا جماعه احنا بنبغى الحياه، نبغى القصص الناجحين، نبغى كذا. الميتين الله يرحمهم، وكلنا حنموت في يوم من الايام، لا تعطونا موتنا قبل لا يجينا ولا لا. الموت حقه، كل نفس تذوقه، مير البلاء من جاه موته ولا مات. هذا تعجبك القصائد هذه؟ وين الدل بس؟ الشاذليه. شاذليه شاذليه. طيب ناخذ المقطع اللي بعده. اي يما شو تقولين؟ اليوم عيد الامه، شو ما جبتوا لي هديه؟ يما هذا عيد الكفار يما. ليه عيد الكفار وذبحة الصلاة؟
والله في الثمانيات عجبتني العجوز. ترى دائما شوف أنا عجبتني هذه السي الوالدة الحبيب الله يحفظ أمهاتنا وأمهات كل من يسمعنا، تعجبني أنها ردت عليه بالثمانيات، لأنه عندنا أحيانا لما نشوف واحد مثلا ناجح في الغرب يقول لك أخي لهم الدنيا ولنا الآخرة، مبسوط خلاص إنه أقنعك يعني، وهو الآن يقول لك هذا ممكن يأكل هوا في ثنتين. أيوه ما بيجيب هدية، قال عيد الكفار، قالت له كأنه مقطعتك الصلاة اللي ما شاء الله يعني. بس هو ظريف، هو مسجل على نفسه ظريف يعني. نأخذ المقطع اللي بعده. فحطوه ايه مظبوط. والله فشلتنا يا عرفة. طبعا هذا المقطع صدناه العرفة اللي طلع برية في بريدة، أعطوه البهباني عشان يعيش الذكريات وغرز غرز والله. وفحطة بشوف نفسي عارف فحط وطفت السيارة، وهذا ترى عيب عند الرجاجين انك تفحط وتطفي السيارة، معناته انك ما تستحق التفحيط ابدا. الله. بس العادة تجيبون زي المقاطع، خلونا سمتي العلماء ما يليق. العلماء ما عليك، العلماء في ناس تفحط بس تفحيط الانواع. ناخذ اخر مقطع. والله ساير عليك ثبات يا وسام. خروف؟ لا ما هو بخروف. دي العجه مدام ايه مدام دي ما ايش رايك يا سعد؟ اهم شيء وصل الفكره يعني. بعض الاشياء يقول لك ما يصلح التعليق عليها. خلاص لا تعليق. تعليق لا تعليق. سولو بريك ونعود. أغنية الأسبوع يرويها لنا الدكتور أحمد العرفي. أهلاً يا أبو سعد. أغنية الليلة والأسرار، طبعاً هذه الأغنية يعني أنا أحفظها من فترة طويلة وعادة يشفجون الآن. فاتصلت اليوم على الأستاذ القدير الصديق عبد الله رشاد ويسلم عليك ويتابع يا أهلا أبو العرفي، فجوا أنا مستعد لأي فكرة تبغونها وأي معلومة أعطيكم إياها. يقول هذه الأغنية لحنت في المغرب، يقال كنت أنا وسامي حسان بالضبط في مدينة الرباط، كنا حنسوي سهرة عربية للتلفزيون السعودي. يقول فقمت في المسرح وغنيتها على العود، فقط جربت الأغنية هذه فلقيتها نجحت، لأنه الليلة أبو الأسرار قعدنا نلحن لين ضبطها سامي حسان. فيقول نجحت الأغنية وبعد كذا تعدت الحدود وصارت تطلب مني في الحفلات، والآن هو جددها عن طريق الإخوان في الدوحة في صوت الخليج. أما كاتب الكلمات فهو الشاعر القدير الكبير ناصر بن جريد الله يقومه بالعافية، كتب سكة التهين لمحمد عبده، كتب هذه. فسألناه عن القصة، قال لي أحمد أنه أبد كنت في النيل، وتعرف النيل في مصر في الصيف الشمس تغاب الساعة 9 أحيانا. يقول فحنا حسينا أن الليل طول ما جاء، فواحد قال يا أخوي ما تحس أن الشمس يعني من أمس ما جت؟ فهو يقول بسرعة كتبت من أمس عيا تغيب الشمس عيا يجينا الليل، والليل أبو الأسرار، والليل أبو الأسرار. جميل جميل جميل. طيب تحياتنا للدكتور عبد الله رشاد. نعم. والاستاذ ناصر بن جريد. والاستاذ ناصر بن جريد. والنص كتب 1988. والراحل الله يرحمه سامي حسان. سامي حسان. نعم نعم. شكرا، تحياتنا للدكتور عبد الله، نلقاكم في امان الله. من امس عيت تغيب الشمس عيا يجينا الليل، الليل ابو الاسرار. الليل أبو الأسرار.